بإذن ربنا نستكمل النهاردة الرحلة مع كتاب السلم إلى الله، أو هو باسمه اسمه الحقيقي السلم للقديس يوحنا الدرجي أو القديس يوحنا السينائي من أباء القرن الستاشر. احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة عامة عن الكتاب وعن القديس يوحنا الدرجي، وقلنا يعني هو الكتاب ده كان خلاصة خبرته كأب مختبر، أب راهب مختبر الحياة الرهبانية والحياة النسكية. وفي الآخر خالص في آخر حياته أولاده الرهبان طلبوا منه أن هو يديهم خلاصة خبراته الروحية، فحط الكتاب دوت، وزي ما كنا بنقول سماه السلم، أو باللغة العربية درج يعني سلم، فاسمه يوحنا الدرجي نسبة للكتاب ده. حاطت تصور هو أن الدرجات أن احنا نوصل لربنا فيهم 30 درجة بتتدرج، وهنتكلم دلوقتي على التدرج. 30 سنة اللي هي عمر السيد المسيح قبل ما يبتدي خدمته على الأرض، وكان زي ما قلنا من أباء القرن السادس وتنيح في نص القرن السابع. أول درجة دي طبعا هي احنا زي ما بنقول احنا القديس يوحنا بيكلم رهبان، ففي حاجات ممكن نلاقيها ان هي صعب ان هي ان احنا ننفذها لينا احنا كناس عايشين وسط العالم وعايشين وسط هموم كتير وناس مالهمش جايز علاقة بربنا أو كده. نوعيات الحروب في البرية ومع الرهبان مختلفة عن نوعيات المشاكل أو الحروب اللي احنا بنقابلها في حياتنا اليومية. فهو هنا بيتكلم على المرحلة الأولى، هو بيكلم رهبان تاني، بس دي ما يمنعش ان احنا يبقى عندنا برضو نقدر ناخد مقتطفات من الأقوال بتاعته أو الحكايات اللي هو بيحكيها في كتابه. فهو أول حاجة بيتكلم عن الاعتزال عن العالم. الكتاب لذيذ في أنه على فكرة الكتاب موجود مقروء على يوتيوب، كل مقالة أو كل صفحة في فايل لوحدها، كل مقالة اللي هي كل درجة مكتوب اسمها مقالة، ومكتوب وموجود بي دي اف برضو على النت اللي يحب يدور عليه، أو أنا ممكن أوري لكم بعد الاجتماع إزاي. فموجود بي دي اف للي يحب يقرأ، وموجود على يوتيوب مقروء. فهو المقالة أو الموضوع اللي بيتكلم فيه الاعتزال عن العالم مثلا، هو مش كاتب صفحات صفحات، هو كاتب كل سلمة أو كل درجة بتبقى صفحتين ثلاثة بالكتير، ومش موضوع متكامل، بيبقى نقط 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 يعني أقوال زي، وفي بيحكي حكايات برضو في بعض الدرجات بيحكي فيها بعض الحكايات الحقيقية اللي حصلت معاه أو اللي حصلت مع أولاده الرهبان أو كده. فهو بيتكلم على من الأقوال اللي بيقولها عن الاعتزال عن العالم، إن جميع الذين بادروا إلى الزهد في العالم لابد أنهم زهدوا فيه إما في سبيل الملكوت الآتي أو لكثرة خطاياهم أو حبا بالله. يعني هو بيتكلم على الناس اللي هي ابتدت تعتزل العالم، أو هو بيتكلم على رهبان، لكن احنا لما نيجي نفكر بمنظورنا احنا بتاع اليومين دول، احنا محتاجين ايه من الدنيا او باقيين على ايه في الدنيا؟ كل الناس دول او الرهبان دول او الناس اللي هي حاطة هدفها ان هي توصل في الاخر لربنا، زي ما هو بيقول زهدوا في اما في سبيل الملكوت الاتي او لكثرة خطاياهم، فما بقتش الدنيا تهمهم. فالناس اللي بتعتزل عن العالم ما بقتش الدنيا تهمهم، لسبب ان هم بصين على الابعد، بصين على الملكوت، او الناس بيقدموا توبه لكثره خطاياهم او حبا فالله. وان كان اعتزالهم ناجما عن سبب اخر فهو اعتزال احمق. خلوا بالكم ان في بعض الحاجات في الترجمه مش هنفهمها قوي، العربي بتاع الترجمه مش عربي سهل، فجايز يبقى في بعض الألفاظ أو بعض التعبيرات مش إحنا مش قادرين يعني نستوعبها بسهولة. فهو بيقول إن اللي بيعتزل عن العالم لأي سبب آخر غير ربنا أو الملكوت أو التوبة مش ذكي، يعني غير أن إلهنا الصالح واضع هذا الجهاد ينتظر نهاية سعيهم ليحكم عليهم.
ده مقولة، المقولة نمرة خمسة في الـ في 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 المقالة الأولى أو الدرجة الأولى. المقولة رقم 21 بيقول، كان هنا بقى بيتكلم على الناس اللي هم عايشين وسط العالم. وقال لي ذات مرة، أناس عايشون في العالم بالتواني، يعني مش بالتونيا، يعني بالحياة التواني، حياة الرفض، نعم، استهتار، كسل. Thank you. كيف نستطيع أن نسلك رهبانيا ونحن متزوجون ومنهمكون في هموم الحياة؟ والمقصود طبعا مش العيشة الرهبانية اللي هي النسك والجهاد والسهر والحاجات دي، لكن اللي هو الأسلوب الروحي للتقرب من ربنا. فأجبتهم، افعلوا ما استطعتم من الصالحات، لا تعيروا أحدا ولا تخدعوا أحدا، لا تسرقوا أحدا، لا تتشامخوا على أحد، لا تمقتوا أحدا، لا تنقطعوا عن صلوات الكنيسة، اعطفوا على المحتاجين، لا تعثروا أحدا، لا تقتربوا من نصيب غيركم، بل اكتفوا بنسائكم، إن فعلتم هذا فلن تكونوا بعيدين عن ملكوت السماوات. فحتى الناس اللي هو عايشين وسط العالم دي، دي كلها المفروض حاجات بديهية جدا، اللي هي الوصايا، الوصية ببساطة إن الواحد لو كان أمين في إن هو ينفذ الوصية ويعيش بيها يومه، هيبقى قريب زيه زي الرهبان اللي هم بيمارسوا صلواتهم وجهاتهم في البرية بالظبط. فالدرجة الثانية، هو المفروض القديس يوحنا الدرجي شايف إن في درجة بتنقل لدرجة، عشان زي ما كنا شفنا الأيقونة في الأول إن الدرجات بتطلع السلم واحدة واحدة. فهنا بيتكلم الزهد في الأشياء. هو هتلاقي عشان الكتاب متصور في PDF مش مكتوب، هتلاقوا بعض المقتطفات متاخدة مايلة شوية. لنحذر أن نضل أنفسنا فنقول أننا سالكون الطريق الضيقة الضاغطة، فحين أننا متمسكون بالطريق العريض الواسع. في ناس ممكن تفتكر ان هي ماشية في الطريق اللي ربنا قال عليه ان هو الطريق ضيق، بس هم ممكن يكونوا خدعين نفسهم وماشيين في طريق واسع. ان انا متمسكون بالطريق العريض الواسع. فمعالم الطريق الضيقة انما هي التضييق على البطن والوقوف ما طال الليل. طبعا هنا بيكلم تاني، مش عايز افكركم بيكلم رهبان، لكن في نفس الوقت ان هو عايز يقول لازم الواحد برضو في حياته حتى لو هو عايش في العالم يبقى عامل سلف كنترول على نفسه، وشرب الماء بالمعيار، وعدم الشبع من الخبز، وتجرع الأهانات المطهرة. طبعا كان الأباء ممكن يسمعوا إهانات أو توبيخ ويقبلوه بسلام أو يقبلوه بقبول من الأباء المرشدين يعني. والتعرض لصنوف الاستهزاء والسخرية والتهكم. طبعا في يعني أنا مش عايز إن أنا أدخل في الحتة الأباء الرهبان بيعملوا إيه وإحنا بنعمل إيه، لكن المعنى المقصود إن هو مفهوم إيه الطريق الواسع وإيه الطريق الضيق. من الحاجات الحلوة دي، من الأقوال اللي الواحد كان يسمعها كتير بس ما كنتش أعرف إن هي من أقوال القديس يوحنا الدرجي، من يظن أنه غير متعلق بشيء يملكه ويغتم لفقده هو مخدوع تماما. يعني الواحد فاكر إن هو مش فارقة معاه أي حاجة، ممكن تضيع منه أي حاجة، لكن يفتكر أنه مش متعلق بأي ممتلكات أو بأي أشخاص أو بأي نوع من أنواع التعلقات. وأول ما الحاجة تضيع يبتدي يزعل. يبقى هو كان مخدوع أنه هو ما كانش عنده حياة الزهد في الحاجة اللي هي يمتلكها. من يظن أنه غير متعلق بشيء يملكه ويغتم لفقده فهو مخدوع تمام. ثالث حاجة الغربة. احنا اتكلمنا عن البعد عن العالم والزهد والغربة. هنا الغربة مش بمعنى ان هو يهاجر او ان هو ينقل من بلد لبلد، لكن احنا كأولاد ربنا احنا مفروض ان احنا عايشين هنا على الارض في غربة. واحنا ايا كان المكان اللي عايشين فيه، سواء في أمريكا، في مصر، في كندا، في أي حتة، احنا عايشين في غربة أيا كانت، لأن ده مش موطننا الأصلي. لما الإنسان بيبقى غريب بيبقى بعيد عن وطنه. وطننا احنا السماء، احنا أولاد ربنا، وطننا في السماء.
المواطنة بتاعتنا. أنا إيه؟ أنا إنسان موطني السماء. فالغربة، الشعور بالغربة، زي ما كان أبونا إبراهيم دايما مثلا ماشي بالخيمة بتاعته وبيتنقل من حتة لحتة زي ما ربنا يقول، لو كان عايش في خيمة طول عمره مع أنه كان إنسان غني جدا، لكن عمره ما بنى بيت وما امتلكش أي حاجة غير المغارة اللي اتدفن فيها سارة مثلا. الحاجة الوحيدة اللي امتلكها على الأرض كانت مغارة يدفن فيها سارة. فهو بيتكلم القديس يوحنا على متغرب حقا هو من يساكن قوما ويكون بينهم كمن لغته غير لغتهم، وذلك بمعرفة وليس عن جهل. الحتة دي الواحد بيحس بيها لما يبقى الناس بتبص عليه مثلا، وخصوصا احنا يعني لوننا قريب من الاسبانيش شوية، فتلاقي ناس على طول جايين يتكلموا معاك اسبانيش بالاسباني، شكلي زيهم، وتوقعوا ان انا بكون بتكلم لغته. حتى انا فكرت فيها، ما هو ده اللي بيحصل لينا احنا هنا واحنا ولاد ربنا وسط العالم. الناس شايفانا شكلهم، بنشتغل زيهم، بنعيش زيهم، بناكل زيهم، بس في الاول وفي الاخر احنا لا ننتمي لهذا العالم اللي هم كلهم عايشين فيه بالطريقه دي. متغرب حقا من يساكن قوما ويكون بينهم كمان لغته غير لغتهم. احنا كمان لغتنا مختلفه، طريقه كلامنا مختلفه، تعبيراتنا مختلفه. احنا المفروض ان احنا نكون بننقل ربنا في كلامنا للناس، بنكون بنوصل صوره ربنا لاي حد بنحتك بيه او بيتعامل معانا. فهتلاقي ان احنا بنستعمل الفاظ اللغه الطبيعيه، لكن لغتنا وهزارنا وضحكنا نهزر ونضحك وكل حاجه، بس كلنا مختلفين تماما على اهل العالم. هتلاقي يساكن قوما ويكون بينهم كمان لغته غير لغته. احنا عايشين وسط العالم لكن لغتنا مش زي لغات اهل العالم، وذلك بمعرفه. يعني عندنا الافراز وعندنا التمييز ان احنا مختلفين وفاهمين احنا هدفنا ايه وسكتنا ايه، وذلك بمعرفه وليس عن جهل. مش عشان مش عايشين كده اهو خلاص الدنيا تحطنا وتودينا وتقعدنا والكلام من ده، لكن احنا بمعرفه فاهمين احنا ايه، فين سكتنا وايه هدفنا. اذا اثنى علينا الشياطين او الناس بسبب غربتنا كاننا اكملنا عملا عظيما، فلنذكر من تغرب من السماء الى الارض لاجلنا. في ناس ممكن تطوب هذا الغربة، وهنا بيتكلم ممكن على الرهبان، ان الاب الفلان ده اب فاضل راح اتوحد او احنا الناس ممكن تبص علينا ان احنا بنروح الكنيسة وعندنا ممارسات مختلفة، بنقضي وقتنا والويك اند بتاعنا بطريقة مختلفة. اذا اثنى علينا الشياطين، او طبعا يعني حد من برة، او الناس بسبب غربتنا كأننا اكملنا عملا عظيما. الناس اللي تقعد تقول ايوه يا عم يا قديس يا اللي رايح الكنيسه يا اللي جاي من الكنيسه يا بتاع، كاننا اكملنا عملا عظيما، فلنذكر من تغرب من السماء الى الارض لاجلنا. ربنا يسوع يعني ده اكبر مثل، ان هو تخلى عن مجده وعشان ينزل وسطينا، فنجد انفسنا حين ذاك عاجزين الى ابد الابد عن وفائه. ساعتها هنفتكر ان احنا هنيجي ولا حاجة يعني اللي احنا بنسيبه عشان خاطر ربنا، ولا حاجة جنب اللي هو سابه علشان ينزل على الأرض. لو تحبوا ان احنا نبقى نكمل بعد كده ناخد مقتطفات من كل درجة او من كل سلمة من السلم، يعني زي ما كنت بقول ممكن ناخد السلسلة كلها، لكن انا بس حبيت ادوقكم شوية من اللي هو قديس يوحنا بيقوله في الكتاب. فدي مثلا درجات من الأربعة لاثناشر: الطاعة المغبوطة، مثابرة التوبة، تذكر الموت، النوح المؤدي للفرح، التحرر من الغضب والوداعة، الحقد، الوقيع، إكثار الكلام. كل دي درجات السلم واحدة واحدة، وكلها زي ما قلت فيها قصص، فيها أقوال بنفس النظام. يعني ممكن الواحد لو حب يقرأ من على النت هيقدر ممكن في مدة بسيطة أو ثلاث دقايق هتقرأ قولين ثلاثة، ممكن الواحد يقعد يشغل باله بيهم ويقعد يفكر فيهم. صراحة كتاب جميل جدا وفي عمق حلو، ومش بس ينفع الرهبان بس برضو ينفعنا كلنا. ليلانا كل مجد وكرم إلى الأبد.